ست منقبة بتصور فيديوهات فاضحة وبتنشرها على قناة على اليوتيوب محققة ملايين المشاهدات، شوهت سمعة النقاب الإسلامي، فالقناة بتاعتها عبارة عن منبر للدعارة المقنعة والفساد. يلا بينا نشوف لقطات من الفيديوهات دي ونتعرف على رشا الحنونة. فيديو زي اللي حضراتكم شفتوه ده شافوا وتفاعل معاه 10 مليون واحد، مفهومش واحدة ست، مع انه المفروض هي بتعلم حاجة للستات، بس ده خداع واضح جدا، لانه الفيديو بتاعها مسافة ما بيبدأ بياخد منحنى شهواني بس. وللأسف انه رشا الحنونة دي بتستطر في النقاب الإسلامي وبتهد في قواعد دينها وبتبيع شرفها علشان الفلوس وعلشان دنيا متفاتة، حتى انها بتشوف كل التعليقات الإباحية اللي بتتبعت لها وبتتفاعل معاها، ولما واحد كتب لها تعليق ان هو عرفها وانها من قرية تبع محافظة الشرقية عملت له بلوك وحذفت التعليق بتاعه بسرعة، لانها بتعمل غلط وعارفة انها بتعمل غلط، فحريصة انه محدش يعرفها. واللي هيقول لي طب جوزها فين ولا حتى حد من اهلها، هقول له اكيد عارفين، لانه في حد بيصورها وبيساعدها، ولانه مفيش حد هيتوه عن بيته وملامح وصوت حد من دمه. بس في نهايه الفيديو حابب اقول لحضراتكم انه في مواد في القانون بتعاقب اللي زي رشا دي، زي ما عاقبت فتاه الهوهز اكيد فاكرينها. بس كل المطلوب من حضراتكم تاخدوا لينك الفيديو وتعملوا له شير في الميديا وتنتقدوا افعال رشا الحنونه دي، لانه فتاه الهوهز ما اتقبضش عليها الا بعد ما الناس اخذت الفيديوهات بتاعتها وشيرتها وانتقدت افعالها.